حرف الياء، أكتشف وأتعرف. أولا، أرفع يدي إذا سمعت الصوت الياء. جد يون، يون، أسمع صوت الياء في المقطع يون. أرفع يدي. معزة، لا أسمع صوت الياء، لا أرفع يدي. يمامة، يا، أسمع صوت الياء في المقطع يا، أرفع يدي. ثانيا، أقرأ وأتعرف أشكال حرف الياء. الحرف في أول الكلمة. يراع، تكتب الياء على هذا الشكل في أول الكلمة. يغني، تكتب الياء على هذا الشكل في أول الكلمة. الحرف في وسط الكلمة. خيمة، تكتب الياء على هذا الشكل في وسط الكلمة إذا كانت متصلة. قرية، تكتب الياء على هذا الشكل في وسط الكلمة إذا كانت منفصلة. الحرف في آخر الكلمة. جندي، تكتب الياء على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كانت منفصلة. صبي، تكتب الياء على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كانت متصلة. ثالثا، أركب من المقاطع كلمات كما في المثال. جد يون، جد يون. طو يو رون، طيور. لي مو نا تون، ليمونة. زي تو نا تون، زيتونة.